بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، نحييكم في هذا الصباح الجميل حيث تعلن هذه الانطلاقة الصباحية الجميلة في أواخر شهر سبتمبر، حيث ننطلق في هذا اليوم، في هذا اليوم الفضيل في صباح يوم الجمعة، لتجتمع الحقائق في عاصمة الميادين عبر الهواء مباشرة، والمسافة المقررة في هذا اليوم ألا وهي 3 كيلومترات. أبدأ مع حضراتكم لأتعرف على المراكز الأولى. مقدمة الشوط هنا يأتي مع المركز الأول، الشميمي يتقدم مع المقدمة. من يقدم لنا الشميمي مع هذا الشعار الخاص بممثل السلطنة الدائم؟ مرحبا بك يا ابو محمد، ومرحبا بشعارك الشميمي. والله نعم يا الشميمي، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم شعاره، هداف للرموز، هداف للرموز. يا كم رمز سجل هذا البطل المتألق في كل مكان، في كل مجال، حمد بن محمد الوهيبي وإخوانه. بينما المركز الثاني، القادم مع المركز الثاني، المنضم مع المركز الثاني، الشعار ليس بغريب، القادم ليس بغريب على البطولات ولا على الإنجازات ولا على هذا الميدان من التاريخ والماضي المشرف، يعود بحاضر، يعود مع الحاسم. مرحبا يا عامر، يا بن سعد، يا بن رفاد، يا المري، مرحبا بك يا الرسمي، مرحبا بتاريخك وماضيك. المركز الثالث، من القادم مع المركز الثالث؟ الوصول والانطلاق مع شعارك يا الخالدي. مرحبا يا ابو عمر، مرحبا يا ابو عمر، مرحبا بابناء القصيم. يقدم لنا زهاب مساعد بن عمر بن عبد العزيز التركي، يقدم لنا شعار، وهذا شعارك يا الشامسي. ينضم مع المركز الرابع، هذا اللي خلى الصفقات فوق تحت، هذا اللي ما خلى العالم ترتاح ابدا ابدا. من اشترى النقاط؟ من اشترى الانجازات؟ من انتزع سيف النقاط لمهرجان ولي عهد المملكة؟ من القادم مع المركز الثالث ومنضم في هذه اللحظات ليندفع كفو؟ محمد بن علي بن حميدي المنصوري، لكن وصلكم من يعرف طريق الانتصارات، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن كفو وزهاب الخالدي وبن زيتون المهيري يقدم لنا شقران، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ذكرنا الانجازات، ذكرنا التاريخ، ذكرنا البطولات، فظهر المجازف بتاريخه، بحاضره، بانجازاته ورموزه، وعاد الشامسي، عاد من جديد. علوه يا علوه، يعود الشامسي ما بين الشامسي، ما بين بن زيتون، بن زيتون والشامسي وامتار الفنون. يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المهيري، من يقدم لنا شقران منتزعا للمركز الاول؟ المركز الثاني كان الوصول مع السيف، مانع بن علي بن حماد الشامسي. المركز الثالث، شعارك يا عاطف يا بن عطية يا القرشي، وصل مع الامتار الاخيرة، يذكرني مع وصوله عند السيف في المملكة العربية السعودية مع المركز الثالث. يأتي ايضا ثالثا معك يا بن حلفان. المركز الرابع،
الذهاب مع المركز الرابع لمساعد بن عمر بن عبد العزيز التركي. المركز الخامس كان الوصول مع الشميمي لحمد بن محمد بن سالم الوحيبي. 4:31 وخمس أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لشقران خاطفا منتزعا ناموس أول أشواط القعدان. مشكور يا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المحيري. 4:31 وسبع أجزاء من الثانية توقيت السيف ومانع بن علي بن حماد الشامسي مالكا للسيف وعملية تضميره بقيادة علي بن سعيد الزرعي. المركز الثالث هذا 4:32 وجزء من الثانية هو التوقيت الزمني لهملول. تهانينا لعاطب بن عطية القرشي بقيادة المضمر راشد بن حلفان المري. المركز الرابع 4:32 وثلاث أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لذهاب بشعارك يا مساعد بن عمر بن عبد العزيز الخالدي. والسلام لك يا أبو عمر علي بن تركي الخالدي. المركز الخامس 4:33 ثانية بدون أجزاء من الثانية اللي هو الشميمي لحمد بن محمد ممثل السلطنة الدائم الوهيبي.